رجعنا من جديد. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل نوع من انواع العجه بالخضار، هعملها بالخضار وبالتونه، المشروم وخضار وتونه، بس مش هستعمل فيها دقيق، لان احنا متعودين على العجه ان بيبقى فيها دقيق كتير. انا مش هحط دقيق، هقلل سعرات الدقيق وهعملها بطريقه حلوه قوي هتعجبكم ان شاء الله. المقادير بتاعتنا بقى ايه؟ بيض، نقول مثلا هستعمل 4 بيضات او 5 بيضات النهارده، مشروم، فلفل الوان، قلب التونه، بصلايه، فصين توم، فلفلايه حراقه ممكن نشيلها لو مش عايزين، معلقتين بقدونس او شبت الطعم اللي انت بتحبيه، وممكن كزبره خضراء كمان، وزيتون اسود مخلي. خلاص هاجي اعمل ايه؟ اول حاجه هجيب شويه زيت زيتون، وهنا شويه زيت زيتون في الطبق اللي انا هعمل فيه العجة. زيت الزيتون زي ما احنا متعودين بنحط فيه الخضار قبل ما يسخن. خلاص ادي البصل، بسم الله، على طول، علشان زيت الزيتون درجه احتراقه قليله فبيتحرق بسرعه، فده بيخليه يتحول لبعض المركبات السامه، فعلشان كده ناخد بالنا زيت الزيتون اول ما يبتدي يدفى هحط فيه الخضار على طول. علشان كده في ناس بتقول لك ما نعملش ما نطبخش فيه، هم مش قصدهم ما نطبخش فيه، قصدهم ما نسخنوش قبل ما نحط الاكل فيه، يعني لازم يبقى مجرد دافي احط الاكل علشان ما يتحرقش، لان اللي هو بيتحرق عند 360 درجه والزيت الزيوت العاديه 450 ل 480، ففرق درجه الاحتراق جامد جدا، يعني اكتر من 100 درجه الميه اصلا بتغلي عند 100، فواخدين بالكم قد ايه الفرق. علشان كده لازم الاكل يتحط فيه، هما لما بيسخن مع الاكل خلاص ما بيتحرقش، الا بقى لو سبناه يتحرق دي حاجه تانية. فلفل حراق هنا اهو، دايما انا بحب النار العاليه في التقليب، هنا هوطي النار. ليه هوطي النار؟ عشان انا عايزه اقلل الزيت وعايزه اقلب الخضار تطرى شويه علشان ما استعملش زيت كتير، معلقه الزيت اقلب بيها كل الخضار اللي عندي، فلازم ناخد بالنا من النقطه دي. اوطي النار والطاسه ما تكونش بتلزق، واقلب دايما. من اهم حاجه لو انا بعمل دايت او انا عايزه اكل اكل سعراته قليله ان انا استعمل طاسه ما بتلزقش وتكون يعني مش قديمه، لان لما بتقدم بعد فتره بتلزق جامد. اخر حاجه في اللي هنشوحه الثوم قبل ما احط المشروم، الثوم، المشروم، هقول تاني المشروم لما ابقى عايزه اشوحه ما بغسلوش. انا عارفه ان في ناس بتغسله، بس انا عايزه اقول لكم ليه. المشروم عامل زي الاسفنجه بيشرب الميه، فلما تيجي تقلبيه على النار وهو مغسول هيبخ ميه كتير، لكن المشروم لو انا هستعمله في شوربه، في صوص، في اي حاجه من غير تحمير، يعني من غير ما اشوحه، عادي ان انا اغسله مفيش مشكله، لكن لو انا هشوحه علشان ما ينزلش ميه وياخد التشويحه الريحه والطعم اللي انا عايزاهم، بقى اعمله بمنديل ورق اشيل اي اوساخ عليه، يعني اي تراب اي حاجه عليه بشيلها بمنديل مطبخ. بصوا ريحتهم فظيعه. انا هنا مش هحط توابل غير الفلفل الاسود يعني والملح طبعا، علشان النكهات هنا كتير، بقدونس، شبت، التونه، فمش عايزه اكتر النكهات قوي علشان تبقى حلوه مع بعضها. خلاص اهو هجيب هنا البيض بتاعي، بسم الله، نار هاديه ونقلب لغايه لما احس ان هما اخدوا ريحه حلوه قوي. اوكي، وهنضرب البيض مع ملح، فلفل اسود، انا ما حطيتش ملح على الخضار، خدتوا بالكم، الملح بس في البيض، علشان هحط تونه وهحط زيتون فكفايه. ادي البيض بتاعي،
هي العجة دي معتمدة على الخضار أكتر. هاجي بقى أعمل إيه؟ عايزة أدهن البايركس أو الطاجن أو الصينية اللي أنا هحط فيها العجة، بدهنها كويس طبعاً عشان ما تلزقش، وهدهنها برضو بزيت زيتون. سعرات زيت الزيتون زي سعرات الزيت العادي، بيفرق في حاجتين، اولا ان انا الناس اللي بتحب الطعم بتاعه، تاني حاجه بقى ان بيقلل الكوليسترول، من الحاجات اللي بتقلل الكوليسترول. خلاص ادي البيض وادي الخضار، هحط الزيتون وهحط شوية بقدونس وشوية شبت، وهحط الخضار بتاعي كله، هقلبهم في الطبق مش في الطاجن، يعني هقلبهم هنا علشان يبقوا متساويين. الحاجة الوحيدة اللي هحطها في الطاجن هي التونة. بصوا الخضار كتير ازاي، حاولوا دايما قدر الامكان دخلوا خضار كتير في اكلكم علشان الالياف اللي هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والتونة بقى هحطها كده، خلينا نشيل الكلام ده كله علشان نعرف نشتغل. هاجي التونة احطها مكعبات كده، انا مش عايزاها تتهرس مع الخضار، طعمها كده بيبقى احلى كتير، الا بقى لو بتحبوها متقلبه فيه اوكي، بس هي كده علشان كمان ما تعملش ريحه زفاره بصراحه يعني، فكده هتلاقي العجه مش زفره. وطبعا اساسي التونه اغسلها من الزيت بتاعها، مش بس مجرد عشان السعرات، لا ما بحبش استعمل الزيت اللي هي متخزنه فيه. وبدخلها الفرن، ما بتاخدش في الفرن اكتر من ربع ساعة اهي، هنشيلها. شايفين الالوان حلوة ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هدخلها بقى الفرن.